محمد عندي واحد الخاتم تعرفيني كي هذا صراحة خديته وبنوري لكم بالبواطة ديالو كل شيء اللي باقي بالروسي ديالو وكل شيء لويزا قديمة فيه أول الحلقة ديالو هذا نوري لكم اللي ما كنتش موجود في اللايف ولكن يلا شريته حاولت نبارطاجيه معكم فيه الراس تاع لويزا 21 كارو باش تبقى كيفاش دايره غزال هذا صراحة يعني باش ما كان راه رخيص خدمة لي رائعة سامبل في هاد الميزة هادي فيها الأخوات الفروج من التحت والراس من الفوق يعني ممكن تقلبيها ولا بتجيري الفروج من الفوق راه تجيري يعني هذا زويون كاين جور حر شي جور حر حاليا ما عنديش لكن لا بغيتي نشوف لك كاين واحد السيد حدايا نقدر نشوف لك عندي هاد الأخوات داير 8000 درهم هاد لاباك هذا 8000 درهم 160 ألف ريال 800 أورو الخاتم 800 أورو 160 ألف ريال أنتم الأخوات 800 أورو 160 ألف ريال ولكن تبارك الله راه خاتم تبارك الله لا خدمة ولا فينيسيون ولا تقل تبارك الله يعني رائع بالبواطة ديالو هي بالبواطة ديالو باش تشوفو 160 ألف ريال 180 أورو الأخوات 780 160 أو 800 أورو عفوا الأخوات 800 أورو 160 ألف ريال 800 أورو كل حلقة هذه الحلقة التوما هما فيهم جوج غرافة سيرة 60 تمن ديالهم 1550 درهم 1550 درهم 155 أورو 31 ألف ريال بالنسبة لهاد الحلقة هادو 31 ألف ريال هادو زواونين عماويين علاش هادو الأخوات 131 ألف ريال 155 أورو الضو مزيان دابا عندي في اللايف تيبان مزيان حيت عندي الضو ناقص في التيليفون عندي واحد جوج خوات مكلو بالنسبة للناس اللي تسول أخوات مكلوها هو كاين هذا وكاين هذا في لي ميزات تبارك الله اختي كاين الجديد مرحبا اختي راه كاين الجديد ديما وديما ان شاء الله ديما الجديد الاخوات اليوم حاولنا ندير لكم الى ميزات لان ميزات عندنا تبارك الله جوج لايفات ما دوزناش ميزات حاولنا نخليو هذا اللايف كله ميزات هادو كاع ميزات الاخوات جوج غرام فاصله 7 في هذا الخاتم هذا 1550 درهم بالنسبه لهذا 1550 درهم جوج غرام فاصله 7 تقريبا بجوج هادو بحال نفس الغرامات فيهم جوج غرام فاصله 7 1550 درهم الاخوات 155 اورو 155 اورو واش تزاد اختي دابا الخام الاخوات 525 سابقه وغادي في تصاعد وتخيل معايا الاخوات يعني الذهب ما كاينش في السوق يعني الذهب بهذا المصطلح هذا السابقه ما كاينش يعني الناس تيمشيو للصناعيه مساكن اللي بيخدموا واللي بيديروا تيمشيو للسوق تيقلبوا على الذهب ما تيلقاوش يعني هذه راه ازمه وازمه كبيره لان الذهب فاش ماشي ما تلقاش والناس اللي بيخدموا الناس السلعه ما تيلقاوش الذهب راه يعني راه هذا الشيء يعني تيخلع ولكن الاخوات حنا مستمرين معكم بالعروض وديما معكم الاخوات كيطلع كينزل كيهبط حنا في الخدمه 155 اورو 155 اورو 31 الف ريال الاخوات هذا 1550 درهم واش كاين خوات ديال لويز فيه لويزا 21 ها هو اختي هذا لويز توبيل ها هو ها هو 21 ها هو هادي راه فيه لويزا قديمه هذا تاع غافيني تي ميزات اللي بغاتو تسرع به عندي واحد مارياج في لي ميزات ها هو زواون هادي راه بغيتو شي وحده في لي ميزات ها هو سامبل في هذا السامبل وفي هاد الحجيرات كاري هاكا زواون هذا سامبل خوات شحال دازا مريم فيهم 5.6 ها 5.6 الاخوات هذا فيه تمن ديالو 3200 درهم 320 اورو بالنسبه لهذا 320 اورو 3200 درهم 64 الف ريال 64 الف ريال هذا الاخوات ها ممكن تشوف معايا 64 الف ريال
5.6 في عدد الأخوات في الجرامات ديال 5.6 64000 ريال 320 أورو 64000 ريال. ها هو أخوات اللي بغاتو تسكريني أخوات مبقاشنا بزاف يعني ما تنسخوش بصراحة باللايفات اللي تيدوزو ممتعين بالحضور ديالكم إن شاء الله الأخوات إن شاء الله ديما حنا معاكم. عندنا واحد جوج خويتنا تبارك الله زوينين هادو أش كديرين هادو وحدة فيها حمرا وحدة فيها خضرا زوينين هادو رائعين إن شاء الله نوريهم لكم. حوريش كاين هاكا تلبسو هادا تلبسي هادا هنا وتلبسي هادا هنا كيجيو جوج زوينين كيجيو رائعين. نحاول ندير لكم جوج فيهم 3.6 غرام هادو الأخوات الثمن ديالهم 2100 درهم 2100 درهم 42000 ريال 110 أورو 210 أورو عفوا 210 أورو 42000 ريال 42000 ريال الأخوات اللي بغاتهم أي حاجة بغيتوها سكرينيوها الرقم ديالي أخوات إيبان قلت لكم غتجيكم الأخت مريم تصيفطوا العنوان السمية والكنية ورقم التليفون إن شاء الله نصيفطهم لكم أي مدينة كنتوا الأخوات في مراكش. وبالنسبة للتوصيل لأوروبا الأخوات اللي كان عنده العائلة ديالو هنا يعني صيفط لهم الأخوات إن شاء الله يكون صيفط له هو وهو يصيفط له يصيفط له على برا 210 أورو 2100 درهم 42000 ريال في حجرة حمراء وحجرة زريقة هذه زرقاء ماشي خضراء. هذا لكم هذه الأخوات تيتا برميطة فيها لي بول يا سلام فيها بلاكا سامبل وفيها لي بول بالنسبة لنا الزيادة والنقصان ديالها فيها الأخوات 5.8 ثمن ديالها 340 أورو 3400 درهم الأخوات 3400 درهم 340 أورو 468000 ريال الدورة ديال الخاتم أختي كوطارة تواصل معي في واتساب وقول لك الدورة راه الخاتم ما عنديش مشكلة تيتزاد ويتنقص يعني بالنسبة للخوات والأخوات ما تلقايش مشكل يتزاد ويتنقص على قياس يدك 340 أورو الأخوات 3400 درهم هادي زوينة تاهي عندنا الأخوات هاد هاد الخاتم القديم هذا داك الناس القدام اللي غيعرفوه تاع اللوزة خاتم تاع اللوزة غيجيبو لي اللوزة الناس الأولين تيبغيو هادشي الناس اللي قدام غيعرفو هاد اللوزة هادا عندو تاريخ 2.9 غرام الثمن ديالو 1650 درهم 1650 درهم في لويز ديال 29 عندي لويزات 20 ها يا اختي ولكن الثمن ديالها ما عرفتش شحال داير المهم خلات لي واحد الاخت قالت لي لا اللي جابت لي قولوا لي وانا نحاول نسوي على الثمن حيت لويز 20 اختي يعني نادر قليل في السوق هاي لويزات 20 هذه الاخوات مكتوبه فيها على 20 قديمه هذه مولاي اللي شرا معنا طبق الله شرا 3 مع على برا وقال لك بيت نبيع وحده وبقى عنده جوج باش يخدم بهم يعني هادو ديما طبق الله 20 هادي المهم الاخوات اللي بغات الثمن ديالها حاولي توصل معايا فواتساب باش نقول الثمن ديالها حيت يلاه شي خديتها هي اليوم يعني الثمن باقي ما عرفتش حتى المولى الثمن ما قلتلهاش الثمن قلت لها تنشوف لك شحال غتجيب ونقول لك كاين هاد الكورميطه تاع لي بول تي زوينه فجوج غرام ديال الاخوات 1200 درهم 24000 ريال 1200 درهم فيها هكا الاخوات كيفاش دايره خميسه من اللور وما لي بول من القدام 1200 درهم 24000 ريال اللي بغا ديك هاد الكوميت لي بول ولا الخاتمه ولا بغا شي واحد الخاتم ديالها 2.30 غرام الثمن ديالها 1350 درهم هاد لاباك هذا 1350 درهم راه بحال ناقصها شي بول من هنا هاد الاخوات المهم باش تعرف هذا ناقصها واحد البول صغيرة من هاد الجنب هذا يعني باش تشوفوا على حقيقته كيفاش داير 1350 درهم يعني قولوا 1300 درهم حيت في هاد التيفو هذا 1300 درهم 130 أورو خوات بقات لنا هاد السلسله وهاد الحلقه تاجي هاد السلسله ديال اخوات التجيلات قال العنقاي
في هذا